يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المأموم والإمام في صلاة الفريضة أو النافلة يقومون بالتسبيح عند الآية التي فيها تسبيح أو يتعوذون عند آية العذاب؟ في النافلة والفريضة يقول. الفريضة لا، إنما ورد هذا في النافلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة وقف وسأل، وإذا مر بآية فيها ذكر العذاب وقف وتعوذ، هذا في النافلة، ولم يروى عنه أنه كان يفعل هذا في صلاة الفريضة. نعم.